أمريكا يعني الرئيس الجديد أمامه تحديات كبرى ليس فقط في الداخل ولكن أيضا في الخارج، ونبدأ بالعالم، هذا العالم الذي يبدو وكأنه يتشكل بقوة جديدة أو قوة قديمة تعود للحياة مرة أخرى، وناخد مثلا الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على هذا التشكيل الجديد للقوة في العالم. أنا هقول لك الحقيقة أنه أنت أظنك اختيارك الأزمة الأوكرانية صحيح، لأنه الأزمة الأوكرانية في اعتقادي هي شاشة بتنعكس عليها أشياء كتير قوي، بتنعكس عليها أوضاع متغيرة في الساحة الدولية كتير قوي. اللي حصل بعد انتهاء الحرب الباردة، تكري احنا فتنا في نظم كتير قوي، في نظام الأمم المتحدة، نظام القطبين الاثنين اللي بيهيمنوا على العالم، ونظام الانفراد الامريكي، واحنا مسلمين كلنا انه العالم باستمرار في كل عصر محتاج الى قوة دولية تستطيع ان تنظم اموره بشكل ما او تشارك في تنظيمها. كانت الامبراطورية البريطانية بتعملها، فرنسا كانت بتعملها الى اخره. الانفراد الامريكي ما قدرش يكمل لسبب اساسي، ليس لانه امريكا ضعفت، لا، امريكا في اعتقادي لا تزال في قوتها، لكن في اطراف اخرى قويت وأطراف أخرى استكملت أسباب قوتها. يعني على سبيل المثال ألمانيا بقت موحدة، خروج ألمانيا وهي قلب أوروبا وتوحيد ألمانيا أعطى داكي قوة دولية مهمة جدا. ظهور الصين أعطاك قوة دولية أخرى بقت مؤثرة ولا بد أن تأخذيها في حسابك. ما عادتش القوة الأمريكية، الأوروبي، المجتمع الأوروبي بوجود ألمانيا فيه وبرضه بقايا وجود انجلترا وفرنسا بشكل او اخر بقى قوه مختلفه يحسب حسابها. مع بقينا نشوف في كل قاره تقريبا في دوله بتبرز وتصبح قريبه من المشاركه في اداره ما يجري، لكن امريكا تصورت انها بتحتكر في مرحله معينه، ثم ثبت ان ده مش ممكن. وبعدين بدينا كلنا نقول ان العالم محتاج الى نوع من مجلس الاداره. لانه اذا استحالت الحرب واذا تقاربت القوى، وبلاش اقول تساوت، اذا فما بقاش فيه لا صراع يحل بالحرب ولا بقى فيه دوله تنفرد، فلا بد ان نجد العالم يجد صيغه بشكل ما لنوع من اللي ممكن تسميه الديركتوار، من نوع الاداره اللي تسميه نوع من الاداره المشتركه. لكن ده كمان صعب امريكا تسلم بيه، صعب الاطراف الموجوده اللي مارست.